السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في تتمة بروجي الخاص باللوغين اوت اب ويد ميرن ستاك. الوغ بور لو مومون غادي نكريو الفرونت اند ويد رياكت اند ريداكس. دونك غادي نمشيو نكريو الكلاينت ديالنا دونك اترافيغ سوا ان بي ام سوا سوا ان بي اكس سوا كرييت رياكت اب. دونك بور اتيليزي كرييت رياكت اب خاصها تكون عندي ان بي ام اي يعني مانستاليها جلوبالي تيريجي يعني جلوبالمون غنعاودو واخا ديجا انستالي ما كاينش مشكل نعاودو نديروها انستال جلوبالمون رياكت تيري رياكت اب فوالا. دونك من غادي انستاليها جلوبالمون ابري خصني نيتيليزي اش كرييت رياكت اب و لو نوم ديال لابليكاسيون ديالنا. دونك لو نوم بيان سور غادي يكون هو الكلاينت او بيان سيرفر. الوغ بعد ما تانستالي باردون بعد ما تانستالينا يعني الباكيج الخاص بكرياسيون ديال رياكت اب غادي نكرييو لابليكاسيون ديالنا. دونك بعد ما تاجوتا لينا يعني لو باكيج نيسيسير بور كرياسيون ديال رياكت اب سوا نستعمل كرييت رياكت اب والفولدر ديالي سوا اش نستعمل ندير ندير امكادير. شوفوا هوني كيفاش غندير امكادير كلاينت. دونك غادي نكري كلاينت اي اوسي غندير ندير اش اند سي دي غندخل هذاك لو كلاينت وغندير كرييت رياكت اب. دونك غادي تكري لي ابليكاسيون ديالي في الوسط الكلاينت فوالا ها هو لو كلاينت. جو بونس ما درتش سي دي ما درتش اي باردون. دونك دابا غادي ندخل لاش الكلاينت اكزيكوت تغير لا كوموند ام كادير ندخل الكلاينت وغندير اش اي كرييت رياكت اب. دونك بليز سبيسيفاي ذا بروجيكت دايركتوري فور اكزامبل. دونك جو بونس ما غتستعمل ما تستعملش معنا هذه الطريقه. نعاودو نديرو الطريقه الثانيه لانها هذه الطريقه كانت كتخدم قبل. نمشيو نديرو ديليت لهاد الفولدر. دونك نديرو كلير. الوغ غنمشيو نديرو كرييت رياكت اب وندير هنا كلاينت. دونك فوالا ها هو لو كليون غادي تانستالا و لي باكيج نيسيسير غادي تاجوتاو. Donc voilà, l'application Diana a été bien créée avec Create React App. Donc, le folder qui connaît Diana, qui connaît public, fait l'index Diana, dot HTML, fait route, yani le route, awa, ID route. Alors, voilà, ID route. Et après, Diana. لو سورس لي فيه غادي نكرييو لي كومبوننت ديالنا. دونك غادي نمشيو نكونفيغوريو لابليكاسيون ديالنا. الوغ شنو غادي نحتاجو نحتاجو نمشيو دابا الباكيج دوت جيسون وغنديكلاريو كوم بروكسي. غنمشيو فين كاينا باردون. دونك غادي نمشيو للسكريبت وغنديكلاريو كوم بروكسي. فوالا هذا هو البروكسي ديالنا. دونك الوغ دابا غادي نمشي غادي انستالي لي باكيج نيسيسير ديالنا اللي غادي نحتاجو. دونك غنحتاجو غنديرو npm e install axios باش نقدرو نقادو لي راوتين و كلاس نيمز. كلاس نيمز عندنا اوسي جي دبليو تي ديكود باش نديرو ديكود لاش يعني التوكن ديالنا باردون و رياكت ريدوكس و رياكت راوتر دوم و ريدوكس بيان سور نحتاجو ريدوكس اي ريدوكس باردون ريدوكس ثونك يس كومس. دونك على بركة الله
بعد ما تانستاولينا لي الباكيج ديالنا دونك هما عندنا اكسيوس رياكت تو رياكت باردون رياكت ريداكس ريداكس و جي دبليو في تي ديكود و كلاس نيمز اند ريداكس ثونك اند كلاس نيمز اند رياكت راوتر دونك هادو هما لي باكيج ديالنا نيسيسير غنمشيو نرانيو لابليكاسيون ديالنا دونك تو سامبلومون بور راني لابليكاسيون خاصنا نمشيو نسيتيو دون لو فولدر دونك غادي نستعمل CMD externe. Alors, donc, à la barakatillah, غادي نرانيو l'application à travers, غنمشيو بدار le package.json, غادي نشوفو شنو عندنا في le package.json. Donc, عندنا هنايا, إلا بغينا نرانيو l'application ديالنا, tout simplement, غادي نستعمل dev. Donc dev. Alors, غنمشي غندير npm run dev. Sinon, غنستعملو هداك الشي manuellement. يعني كيف الطريقة العادية باردون بغيت نقول. Donc run dev. Mais donc حنا سيتوي في اللوجين. Donc هي هديك npm run dev. Voilà. Donc je pense situer le folder back-end. Donc, on a tout le folder partout. Donc, c'est le problème. Alors, je vais accéder au back-end directement. Donc, accéder au back-end. Alors, d'abord, on a fait client. C'est un client. Donc, si je fais l'accès le back-end, ou dire npm run dev, alors je pense que donc il y a server and client, mais je pense que ce accéder le client. Donc il y a une erreur. Une erreur, alors server a été started, but بالنسبة للكلاينت ما غاديش تلقى الفولدر ديال الكلاينت دونك مونغو راها كونيكتي بات خاصنا نريغلو لو بروبليم الخاص بالكلاينت دونك كلاينت انستال ام بي ام ستارت بريفيكس الوغ الى خرج كلشي من الباك اند غادي تخدم دونك من الاحسن نخلي كل حاجة بوحدها pas de problème alors donc il y a mal احسن exécuterهم يعني concurrently ولكن درت un problème في الاول كان لي نخلي الباك اند يعني جوست في الفولدر كامل donc il y a pas de problème alors نرجع للترمينال on dit cd client et je vais faire npm start donc on exécute react DL. Alors en attendant donc comme que tu vois le project is running at http 1.1 donc webpack output is served from ainsi de suite donc starting the development server donc il a mis le localhost qui exécute à le port 3000 donc en attendant bimanao tkmelina l'exécution donc d'abord qui clave les packages donc voilà compilate successfully on mshiou daba 300000 on enchoufo voilà aya l'application d'ana et installer et runner ou par la suite on va voir d'autres choses à bientôt.